السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموعد الرياضي الجديد. بداية، أكدت مصادر موثوقة لتلفزيون النهار أن رئيس لجنة واللجنة الأولمبية الجزائرية مصطفى بيراف قد تعرض إلى وعكة صحية أدت إلى نقله على جناح السرعة إلى المستشفى. وحسب نفس المصدر فإن رئيس اللجنة الأولمبية قد تعرض إلى شلل جزئي بسبب ارتفاع في الضغط نتيجة المشاكل الكثيرة في الأونة الأخيرة للبعثة المشاركة في الألعاب الأولمبية 2016 بريو، والتي اشتكت نقص الإمكانيات والتحضير. إلى موضوع آخر، ما زال قرار لجنة الانضباط بإنزال فريق شباب عين فكرون إلى قسم الهواة واستثناء جمعية الخروب يثير اللغط بين اتهامات وتبريرات حول قرار شكل سابقة في تاريخ الكرة الجزائرية قد يؤدي إلى القضاء على سرطان ترتيب المباريات. التفاصيل في هذا التقرير نتابع. لم يمر قرار لجنة الانضباط والذي كان مزلزلا بإسقاط فريق شباب عين الفكرون إلى القسم الثاني هواة دون أن يطرح العديد من علامات الاستفهام عن سبب استثناء فريق جمعية الخروب من العقوبة ما دام جاء الإقرار بترتيب المباراة. حق نردوه بالقانون. واش يقول القانون؟ انت تروح تهبطي كيف وتخليه كيف ولا دير؟ احنا شوف، احنا كلش في صالحنا، كلش في صالحنا. يعني اجراءات لكم ندير ركور في هذاك لا كوميسيون دي ركور وما يستعرفوش بها، نعدي للطاس، من الطاس نجيب حقي. من جهتها لجنة الانضباط وفي تبريراتها على لسان احد اعضائها الفاعلين والذي اكد لتلفزيون النهار على أن استثناء جمعية الخروب من العقوبات جاء على ضوء تصريحات رئيس شباب عين الفكرون لدى مثوله أمام لجنة الاستماع، والذي أبعد أي تهمة على مسؤولي الخروب في ترتيب المباراة، في حين تم الأخذ بصور الفيديو لإنزال شباب عين الفكرون والتي كانت توضح وجود تلاعب. كي تقول إنزال عين الفكرون ثم راح طبق القرار على ضعيف هكا ولا كذا؟ الناس راهي تمشي بكره القدم الجزائريه. انا نشرها من صغري وانا نشوف فيها كاينه جهويه في كره القدم وكاين جهويه في الرياضه. ليبقى الشيء الاكيد والايجابي بعيدا عن هفوات لجنه الانضباط والاتهامات بالكيل بمكيالين ان الضرب بيد من حديد بانزال فريق في سابقه هي الاولى من نوعها في الكره الجزائريه قد تكون بداية الردع لسرطان ترتيب المباريات. أبان مبكرا دفاع تاجنانت على أمله في استمرار قوة العطاء بعد المفاجأة التي أحدثها في موسمه الأول بحظيرة الكبار، ما جعله يباشر سلسلة الانتدابات تقول لتحديد معالم التشكيلة القادمة. يقول سفيان بوعون في هذا التقرير. باشر دفاع تاجنانت تحضيراته مبكرا هذا الموسم بافتتاحه باب الانتدابات لأجل ترتيب البيت الداخلي للمواجهات التي ستكون قوية الموسم القادم باستقدام سنوسي من مولودية سعيدة ومجاهد من جمعية الخروب. فغلول السنوسي هذا أول ثاني انتداب بعد جاه المهاجم جمعية الخروب، يعني مع التشاور مع المدرب ومع ذاك ومع المانجر تاع اللاعب كان في اتصالات، والحمد لله اليوم اتفقنا على عقد لمده عامين. الحمد لله كما يقول لك واحد راه متواجد في هذا الفريق اللي ادى مشوار لاباس به في البطوله تاع الموسم الماضي. ما يخفى لكش انا كان عندي اتصالات من عده فرق وانا فضلت هذا النادي لانه عنده لاعبين شبان وعندهم مستقبل. وتأتي هذه الانطلاقة بعد التوافق الذي تم بين المدرب بوغرارة وإدارة قرعيش على مواصلة المسير موسما آخر للتأكيد على التماسك الداخلي للنادي. اسم بوغرارة بيبقى على رأس الفريق وإن شاء الله ندعموا الفريق بتدعيمات نوعية ويكون فيها الخير إن شاء الله. أنا عندي عقد مع أنصار دفاع تاجنانت، عقد معنوي اللي راهم دائما أنا ورائي وراء الفريق، وهذا هو الشيء اللي حفزني باش نبقى لموسم رابع على التوالي بحول الله. هذا ومن المنتظر أن يتميز بحر الأسبوع القادم باستقدامات نوعية أخرى لفائدة دفاع تاجنانت. إلى أخبار المنتخب الوطني، حيث تقدم الخضر إلى المركز 32 عالميا في الترتيب الشهري الذي تصدره الفيفا، أي بمركز واحد بعدما كانوا يحتلون المركز 33 الشهر الفارط. هذا واستعاد زملاء محرز صدارة الإفريقية على حساب منتخب كوت ديفوار الذي احتل المركز 36 ثم غانا في المركز 37 عالميا.
كما حافظ الخضر على الصدارة العربية أمام منافسي محاربي الصحراء في تصفيات كان 2017 إثيوبيا، ليسوتو والسيشل، فقد احتلوا المراكز 125، 155 و180 على التوالي. أشرف قائد المنتخب الوطني السابق مجيد بوغرة على تدشين فضائل التسلية والترفيه لصالح الطفولة والعائلات الجزائرية بشاطئ سيدي فرج، وذلك بحضور والي ولاية العاصمة عبد القادر زوغ. المبادرة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للطفولة وافتتاح موسم الاصطياف. المزيد مع نور الدين بقاح وأحمد صفوان عيسى. On a réussi à ouvrir ce parc au bord de mer d'une belle plage, Sidi Frej, apporter un plus. Aujourd'hui, le loisir est très important pour les enfants. C'est aussi une éducation. Ça leur permet aussi d'avoir une éducation, d'éviter de traîner dehors, venir se divertir avec des thèmes éducatifs. Et en plus, comme on l'a vu aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'enfant. On a invité une association avec la GAM qui est sponsor de cet événement. D'ailleurs, je les remercie. On a invité 300 enfants et voilà, c'est que du bonheur, machallah. Depuis 8h du matin, ils sont là, ils ne sont pas fatigués, ils prennent du plaisir. جبنا الوسائل التسلية ودشنا هاد الفضاءات معاه وهاد التوتشين يناسب مع يوم العالمي للطفولة. في أخبار محترفين، فتح رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي باب المفاوضات مع اللاعب الدولي الجزائري رشيد غزال، وذلك حسب ما أورده موقع ديسبور الفرنسي الذي أشار أن إدارة النادي الباريسي فتحت باب المفاوضات من أجل استقدام غزال كأول صفقة في الميركاتو الصيفي الذي انطلق أمس الأربعاء. أكدت تقارير صحفية تركية أن لاعب الخضر سفيان فيغولي انضم رسميا إلى فينرباتشي التركي، حيث سيوقع على عقده في الأيام القليلة القادمة. موقع غونسال فوتبول التركي أكد أن فيغولي سيوقع على عقده قريبا بعد إتمام الاتفاق مع إدارة النادي على مبلغ سنوي قدره 3.2 مليون أورو. فند الدولي الجزائري السابق مدحي لحسن كل الشائعات التي أكدت على أنه بصدد مغادرة فريقه خطافه للالتحاق بالدوري الفرنسي من بوابة أحد الأندية، حيث أكد من خلال تغريدة له نشرها في موقعه الرسمي عبر تويتر أنه لم يفكر أبدا في مغادرة النادي الإسباني الذي قضى معه 5 سنوات كاملة.